افتتح محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين معرض أهل رمضان بمدينة كفر الشيخ كأول معرض لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالتعاون مع الغرفة التجارية. وتفقد المحافظ المعرض وتابع توفير السلع الغذائية وقارن بين أسعارها بالمعرض وأسعارها بالسوق، وتبين أن نسبة التخفيض بالمعرض تراوحت بين 15 و25%. كما تفقد محافظ كفر الشيخ المخزن الرئيسي للشركة العامة لتجارة الجملة، وتأكد من توافر السلع بكميات كبيرة ومتنوعة تكفي إلى ما يقرب من 3 أشهر. تنفيذا لتوجهات الدولة، كل الأجهزة متشاركة وكل الوزارات في توفير السلع الرئيسية للمواطنين. السلع الرئيسية دقيق، سمن، سكر، زيت وخلافه. بالمجمعات دي هدفها تخفيض كمان السلعة والسعر المعلن. بيبقى السعر المعلن السوقي وبجواره سعر اللي فيه التخفيض. النهارده الحقيقه شفنا وزاره التموين في معرض اهل رمضان، والرساله الاهم كانت ان احنا دخلنا المخازن الملحقه بيها فيها كميات تقدر تستحمل محافظه كفر الشيخ لشهر قدام. وزي ما حضراتكم لفيتوا في المعرض، الباكيات كلها مليانة، وكبرى الشركات اللي موجودة في الجمهورية وفي محافظة كفر الشيخ متوفرة السلع بأسعار زهيدة بالنسبة للسوق. الحمد لله الأسعار يعني معقولة، ما هي أنا تاجر وعارف وإيه السوق مناسبة حلوة ويعني مش غالية. أسعار كويسة ومناسبة فعلا، وكل حاجة متواجدة كويس، يعني ما فيش حاجة مش موجودة، كل حاجة موجودة في السوق في المعرض دهوت. الناس تشتري زي ما هي عايز. الاسعار هنا في المعرض الاسعار مخفضه جدا عن بره، والحاجات هنا في حاجات بنص تمن بره اصلا، وما شاء الله في حاجات كتير حلوه، يعني منزلين اسعار كتير وفي تخفيضات كتير عن الاسعار بتاعت بره. والله الاسعار جميله ومخفضه ومختلفه عن بره تماما، تقريبا بنسبه 15 ل 20%.